يا مساء الفل عليكم، واهلا بكم وحلقه جديده وبكل روح رياضيه. النهارده الموضوع مختلف شويه هنتكلم فيه. هرجع بس بالذاكره لسنه 97. سنه 97 كان عندي تقريبا 14 سنه، فدعيت لمشاهده بطوله كره قدم خماسي للمنتخب مصر الكره النسائيه. كانت بطوله عربيه، كانت حتى بتقيم البطوله دي في الصاله المغطاه بنادي الزمالك. فروحت اتفاجئت ان في بنات سيدات بتلعب كرة قدم وبيلعبوا كويس جدا. وطبعا الكرة الخماسية ما فيهاش خطط وتكتيك زي الكرة ال 11 او الكرة المتعارف عليها بنشوفها، بس لقيت في بنات بتلعب كرة حلو، عندها مهارة، عندها نفس الفنيات بتاعت الشباب اللي احنا بنلعب معاهم كرة. فمن هنا اتفاجئت ان في منتخب مصر للكرة النسائية، ومن هنا عرفت ان في كرة نسائية هنا في مصر. الموضوع لفت انتباه شوية، بس ممكن يكون عشان أنا بتكلم من 97، يعني بتكلم من حوالي 22 سنة في كرة نسائية. بس لما تيجي نشوف دلوقتي على الساحة واحدة بتلعب كورة، أو واحدة بتشجع كورة، أو واحدة بتتفرج على ماتش كورة، كتير جدا من أصدقائها وكتير جدا من المتابعين لأ، بتشوف الكورة إزاي؟ دي الكورة دي للشباب، الكرة دي للرجال، مفيش بنات بيلعبوا كورة. انت روح العبي باليه، روح العبي تنس، روح العبي حاجة تانية، او العبي حاجة متعارف عليها ان السيدات بيلعبوها. فعشان كده حبيت افتح الملف ده النهاردة، وهو الكرة النسائية في مصر. خلينا نرحب بس بزميلي وصديقي، هو مش ضيفي، لا هو زميلي وصديق الاعلامي الاستاذ محمد عطيه. وبرضه مش عارف اقول اعلامي ولا اقول الكابتن محمد عطيه، مش عارف، هو حيرني ما بين الاثنين. بس الف ولا حمام، اهلا بيك يا محمد بيه، منورني ومنور بكل روح رياضيه. بشجع الكره النسائيه. طبعا استاذي الكبير طبعا محمد رمضان، اشكرك جدا على استضافتك الجميله والرائعه. وطبعا حبيب. انا طبعا بشكر كل قائمين على قناه الصحه والجمال، وبرنامج بالتحديد بكل روح رياضيه النهارده يعتبر نوع جديد بشكل جديد بطريقه جديده، بكل روح رياضيه مع محمد رمضان بشكل جديد بستايل جديد. الله يخليك حبيبي حمام، منورني. طبعا انا مش عارف اقول له الكابتن ولا الاعلامي، هو المدير الاداري لنادي كره القدم للسيدات المعادي 97 77 ده شارع 77 ايه؟ شارع 77 عشان كده 77. عشان كده سموه نادي المعادي 77. اسمه نادي المعادي 77. منورنا، ربنا يخليك. وارحب بالكابتن صابر سعد الدين، المدير الفني لفريق الكره النسائيه بنادي المعادي برضو. يا مساء الفل حبيبي يا استاذ محمد، اهلا بيك، منورني. اهلا بيك، الله يخليك. واللاعيبه دعاء فتحي كابتن الفريق برضو الكره النسائيه نادي المعادي 77، منور الدنيا. منورك يا كابتن، الله يخليك. نبدا من هنا كابتن صابر. انا هنبدا من الكابتن صابر، بس بس على فكره انت طبعا الجمهور عارف ان انت زملكاوي. الله، انت كده بتعرفنا على الهوا. طبعا يعني الزمالك النهارده بيفقد نقطتين مهمين، وبيبعد كل البعد في نقاط الدوري. تقريبا هو دلوقتي في المركز الخامس 14 نقطه. مباراه رخمه شويه النهارده مع سموحه، بس مش عارف لو والاهلي يفوز امبارح 1-0 وبرضه يعدي في منطقه الامان 21 نقطه من 7 مباريات العلامه الكامله. كل التحيه برضه للنادي الاهلي، كل التوفيق لنادي الزمالك. بس يعني انا هاخد دي في عجاله قبل ما اخش في الكره النسائيه. انت شايف الفرق في ايه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك؟ فرق الاداره. اداره؟ الاداره. اداره كويسه، اداره مستقره، اداره طبعا تحت طبعا رئيس مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب، له فكر وثقافه وعارف ازاي يدير الامور حتى لو في ازمه في النادي الاهلي. ترجع للشخص، هو محمود الخطيب. تاخد الحته الفنيه طبعا. الفرق ما بين الاثنين يا كابتن صابر؟ والله يا كابتن محمد، انا شايف ان الزمالك الموضوع اداري بحت اكتر منه فني. طول عمري لعبت الزمالك زي ما بنشوف كده من زمان، نادي الزمالك بيجيب اللعيبه افضل لعيبه في مصر، يعني طول عمرهم افضل من لعيبه الاهلي فنيا ومهاريا. ولكن الاداره بتختلف تماما، في تخبط اداري جوه الاداره، في تدخلات في الجهاز الفني على ما اعتقد. في اوقات كتير كنا بنسمع ان الاداره بتتدخل في تشكيل، في مستحقات متاخره، كل الحاجات دي ممكن تحصل، في مشاكل بتظهر على الساحه فبالتالي بتاثر. الفرق بين الاهلي والزمالك ان الحاجات دي ما بتطفوش على السطح في الاهلي، لو في مشاكل صح. بتحتوى داخليا، ما بتظهرش حتى صح. على الاعلام. انا من وجهه نظر، انا مش من وجهه نظر حد، ان انا شايف الفرق بين الاهلي والزمالك ان النادي الاهلي كل واحد في مكانه. مدير الكوره مدير كوره، المدير الفني مدير فني، اللاعب لاعب، الرئيس نادي رئيس نادي، فالتخصص وكل واحد بيقدم دوره اللي عليه.
نادي الزمالك فيه شويه تدخلات في القرارات شويه، او تداخل في الـ في الـ في الحاجات اللي منسوبه لكل شخص، وبتلاقي في حاجات متداخله مع بعضيها، خصوصا في وقت الازمه بتلاقي كله بيجري، او الله اعلم كله بيبعد، او كله بيشيل التاني ايا كان. اتمنى الفتره الجايه التوفيق لنادي الزمالك، واتمنى الفتره الجايه طبعا التوفيق للنادي الاهلي. نخش في موضوعنا الكره النسائيه. كابتن صابر، انت بقالك قد ايه في الكره النسائيه؟ حبيبي انا من 2004 2004 من 2004 15 سنه او 16 سنه يعني. يعني انا بدات اصلا في من ساعه ما خدت الدورات التدريبيه بتاعتي او الرخصه او الكلام ده كله، كنت شغال مع الولاد مش مع البنات، مع الاولاد. فبالصدفه كده موضوع الكره النسائيه جه بالصدفه كده، وانا بقلب في الفيس لقيت ان في عندنا منتخب مصر كره نسائيه. ما كانش عندي معلومه ان احنا في بنات بتلعب كره. انا عندي معلومه من 97. والله. ببص لقيت ايه ده في عندنا منتخب بنات، وفي فرقه بتلعب كوره ومحققين وفي مهارات. انا عايز اقول لك على حاجه، منتخب اللي كان بيلعب في 97 في بطوله العربيه ده كانوا لعيبه جدا. انا حضرت. انا عايز اقول لك هم خدوا مركز تاني 97 ايام دكتوره سحر. ما كانش لسه في انديه، ما كانش في دوري كره نسائيه. كانت الدكتوره سحر لما المجموعه ديت من الالعاب الثانيه من الطايره واليد والهاندبول، وعملت بيهم فريق كره قدم، لان هي اللي اطلقت اول شراره لكره القدم النسائيه في مصر. انا عايز اقول لك المنتخب ده كان كويس جدا، هو خد المركز الثاني، خسر من المغرب في المباراه انا فاكر 2-1. كنا متقدمين 1-0 على فكره، وخسرنا في اخر 3 دقائق 2-1. كانت انا شفت منتخب جاي الجيل ده. طيب. ايام كابتن ذهب، وانا فاكرهم على فكره، انا كان عندي 14 سنه. طيب قرارك ان انت تخش في الكره النسائيه؟ والله انا كان صعب الاول، كان صعب ولا سهل؟ هو كان بالنسبه لنا يعني شبه يعني ايه مجازفه، ان انا عايز احقق في ده حاجه، او اشوف يعني البنت دي مثلا. لما انا ممكن امسك مثلا فريق شباب ناشئين، انا عارف اعمل تكتيك خططه، هخش هلعب معاهم كده كده. الموضوع هم يعني بيستوعبوا المهاره ازاي؟ هم فعلا هيستوعبوا الجانب الخططي اللي انت هتديه لهم ولا لا؟ الشغل البدني بتاعهم بيختلف عن الولاد ولا لا؟ الاحمال التدريبيه نفسها اللي بياخدوها، الكلام ده كله. فكنت حابب اخوض المجال، زائد ان انا الفكره نفسها استهوتني. يعني الفكره نفسها، فكره ان البنت تلعب كوره وتحقق انتشار، ليه ما يبقاش عندنا فرق كرة قدم نسائية ودوري كرة قدم نسائية؟ فقلت لا، اخد التجربة واشوف. الحمد لله بدأت، اول ما بدأت باكاديميات، ما كنتش ماسك فرق. يعني عملت اكاديمية للبنات وابتديت اشتغل من 2004، انما ما خدتش المجال رسمي غير من حوالي 3 سنين كدوري ملعب كبير بقى، وفرق وخطط ودوري وثلاثة بونت. اكيد انت قبل ما تدرب سيدات او بنات كنت بتدرب شباب ولاد. لقيت في فرق؟ الفرق بين الاثنين في البنت والولد لحد سن 12 سنه مفيش اي فروق فرديه، لا في سرعات ولا في قوه ولا في تدريبات ولا كل في بطولات. لحد 12 سنه. بعد 12 سنه بتبتدي السرعات عند البنت تقل والقوه تقل، وعند الولد العكس بتزيد. القوه بتزيد والسرعه بتزيد. عند البنت في سن من بعد ال 12 سنه الفروق الفرديه البدنيه دي بتبان. طبعا لظروف فسيولوجيه في الجسم نفسه، طبيعه البنت والولد يعني. طيب انا هروح لزميلي كابتن محمد عطيه. انت المدير الاداري لنادي المعادي الكره النسائيه. لما دخلت الاول انت خدت القرار، كان صعب ولا سهل الاول؟ لا طبعا القرار بالنسبه لي ان اخد، بالنسبه لتجربه ان انا اكون مدير اداري لكره نسائيه، كان قرار صعب جدا. وخصوصا انت شفت طبعا بخصوص انا مقدم برامج رياضه، وازاي النهارده دخلت مجال الرياضه. وطبعا طبعا بالنسبه لمقدمين برامج لازم يكون عندهم يعتبر فكر وثقافه مع كل برامج سياسه ورياضه واجتماعي، وفي نفس الوقت لازم يكون عندك معلومات شامله بخصوص كل الحاجات اللي ممكن تطلع بيها على الساحه، خصوصا في مجال الميديا بالذات. لكن خدت التجربه مع كابتن صابر، وده طبعا شرف ليا كبير ان انا الراجل بصراحه كتر خيره علمني ازاي النهارده اخش ما بين الكبار. اخش ما بين الكبار يعني اخش ازاي النهارده اتعلم يعني ايه الاداري بيعمل ايه، المدير الفني بيعمل ايه، بالنسبه للطبيب بيعمل ايه، المدير الاداري بيعمل كل حاجه علمها لي مع التدريب والتفكير. طبعا بشكر كابتن صابر على ان هو الاب لكل البنات اللي انا شفت
بامانه شديده جدا يا كابتن محمد او يا استاذ محمد دي رمضان. ربنا يخليك. وده فعلا انا بقول دي شهاده قدام ربنا سبحانه وتعالى. هو اب بيعامل البنات مش مدرب، لا بيعامل اب بيتعامل مع اولاد، بيديهم الفكر بتاعه، الخبره السنين بيطلعها ليهم، وطبعا عنده تجربه حيه طبعا النهارده. أنا رايح كابتن دعاء يعني بصراحه يعني، وهي طبعا هي الوحيده ممكن تشهد هالكلام ده عشان انا شهدت مجروح مع كابتن صالح. طيب اروح للكابتن دعاء. انت من 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 منوره الاول البرنامج. منورك يا كابتن. انت منين الاول؟ من امبابه. اساسا منين؟ من بقى من الصعيد. من الصعيد. البداري. من الصعيد. وخدت القرار تلعبي كره قدم. ايوه خدت. طب كويس على فكره ان يبقى اهل قبلي متقبلين الموضوع. بس ان انا عايشه هنا في مصر يعني بروح زيارات. تروح زيارات. طب انت من سنه كام بتلعبي كره قدم؟ 2014. من خمس سنين. الفكره جات لك منين؟ كده يعني كنت بحب انا الكوره والكلام ده، عشان معظم البنات بقوا دلوقتي متجهين لحاجات تانية، فانا حبيت اخش في المجال بقى في اي رياضه. فانا عشان بحب الكوره كنت بدور يعني بس عليها. يعني انت من من من, من البنات اللي بيشوفوا كوره، بتشوف الكوره عادي كده وبتتابعي وبتشجعي بتابع ماتشات في الدوري الممتاز. قبل ما تلعبي كره نسائيه كنت بتعرفي في خلل في الفرقه في النقطه الفلانيه، او اللعيب الفلاني ده مش في مستواه، الفرقه ناقصها ايه، ولا كنت بتشوف المباراه وخلاص؟ يعني كنت بشوفها، بس لو كانت في حاجه بتقف قصادي يعني كان لازم انا مثلا لو الباك رايت في حاجه فلازم يتبدل السيرد باك كده. ده ده حافظه. طب انت حفظت الاسماء دي من قبل اللعب ولا من بعد اللعب؟ لا من قبل اللعب ومن بعد اللعب برده. في حاجات برده الكابتن صابر وصلها لي اكتر ما كنتش اعرف عنها فشرحها لي بزياده. سؤال بس اجيبوني بصراحه، انت اللي اخترت تلعبي كره قدم ولا توجهت ان انت تلعبي كره قدم؟ لا انا اللي اخترت العب كره قدم. انت اللي اخترتي. طيب لما خدت القرار انت خلاص انا هلعب كوره، كان اللي حواليكي اخواتك اصحابك كانوا شايفين ايه؟ يعني مثلا كره القدم دي مش للسيدات، كره القدم دي للرجال. هما كله يعني في من ضمن الناس من زمايلي كانوا مستغربين ازاي بنت تلعب كره قدم، دي لعبه ولاد ما ينفعش ان هي تلعب، الاصابات بتاعتها بتبقى صعبه شويه على البنت وكده. بس انا كنت متقبله الموضوع عادي يعني ما فيش فرق ما بين ولد وبنت. انا هسال سؤال غريب شويه. طب احنا كاولاد نخرج من المدرسه نروح نلعب كره في الشارع، نروح النادي نلعب كوره، نروح فبنعرف من هنا ان احنا بنعرف نلعب كوره، بنعرف نباصي، نعرف نرقص، نعرف نشوط، في جزء من المهاره طبعا. الاهلاوي طبعا يا كابتن محمد. مين انا؟ طبعا انا بطلع بتيشيرت الاهلي كمان. انا نسيت التيشيرت على الهواء. انا مش هنسى الحلقه دي. التيشيرت الاهلي اللي بطلع بيه كان جاي لي هديه من الكابتن محمد عطيه، صح؟ طيب فبيبان عندنا احنا كشباب او كاولاد عندي مهاره، بعرف اباصي، بعرف اسلم، بعرف استلم، بعرف اشوط، اللي بيعرف يقف جون بيعرف يقف جون. عند البنت بتكتشف دي ازاي؟ بتلعب كره في الشارع برضه؟ ما بتلعبش كره في الشارع الاول؟ لا يعني انا وصغيره كنت بلعب، بس اتجهت ان انا اروح احسن نادي عشان برضه في المجتمع مش متقبل ان فكره متقبل ان بنت تلعب كوره. خصوصا الصعيد يا كابتن محمد رمضان. الصعيد طبعا هي اصلا صعيديه كمان، وكان صعب جدا ان بنت الصعيد وخصوصا وجه قبلي ازاي النهارده تخترق مجال كره القدم واهلها. انت عارف طبعا بالنسبه او بنزل وجه قبلي حتى كمان بالنسبه للبنت كوجه قبلي دي تجربه حيه. انت انا بجد انا بشكرك جدا على التجربه الحيه اللي انت جايبها النهارده. انا اتفاجئت ان هي من وجه قبلي من الصعيد. بس اقول لك حاجه، وجه قبلي عامه في معظم المجالات مش كره القدم بس، الست البنت اكيد. بس عايز اقول لك على حاجه، بس في بعض الاماكن دلوقتي اختلفت، اكيد بدات تختلف وجهه النظر دي شويه، بقى في تحضر، بقى في تمدن. طيب عايز منين برضو كده ما خدتش الاجابه، منين بنكتشف ان البنت دي عندها مهاره؟ انا هاخد الاجابه دي اكيد طبعا. هو مبدئيا في بوادر كده يا كابتن محمد او استاذ محمد بتبان، هي مهتمه في البيت بتتفرج على ماتشات، هي لما بتيجي تقول لها انت بتشجعي تقول لك انا بشجع الاهلي، فبتقعد تتابع يعني، هي مهتمه باللعبه. بتبقى في البيت مثلا تلاقيها ماشيه بتشوط في ازازه، بتشوط في حاجه كده يعني. والله البنت الصغيره لما بتحضن العروسه وتنام بيها، في بنت بتاخد الكوره في حضنها وتنام. بتعملي كده؟ يعني في بنات بتعملي كده؟ اجيب لك ايه يا دعاء؟ مثلا اجي اقول لبنتي والله وفي البيت كوره. بتلعبي كوره في الشارع؟ مع اصحابها قدام يعني البيت. طب ليك اصحاب بنات بيلعبوا كوره؟ ليه كتير. ولا كنت انت بتشوفي مثلا الاولاد؟ لا هو انا ممكن كنت بلعب مع ولاد في الشارع عشان ما كانش لسه في بنات بتلعب كره
يعني في المنطقه عندي، بس دلوقتي يعني في واحده واحده كده بقوا بيلعبوا. هي في بوادر كده بتبان ان هي بتحب كره القدم. طيب وإلا مش هتكمل فيها. انا عايز بس اعقب على موضوع حضرتك اثرته، مهم جدا جدا موضوع الصعيد والثقافه عند ولي الامر ان البنت تمارس لعبه كره القدم على انها لعبه كره قدم ذكوريه. الموضوع ده انا بيتهيألي اختلف تماما من 5 سنين فاتوا، لان انا نفسها، انا من انا على فكره، من مركز جوص، من قلب الصعيد، من الصعيد برضه. انا كان فيها فريق قدم نسائي، اسوان فيها فريق بدر اسوان وفيها فريق وادي النيل قدم نسائي، المنيا في البرجايه حاليا فيها قدم نسائي بيلعب في الدرجه الثانيه، في حوالي اكتر من 7 أو 8 فرق في قلب الصعيد يا كابتن محمد حاليا بيمارسوا كره القدم. فاعتقد ان الوعي انتشر وبقى في فكر. انا بعتب بس على الاعلام عدم تسليطه الضوء على اللعبه دي، رغم انها لعبه ابتدت تنتشر. احنا النهارده عندنا، طب هل الاعلام فقط هو اللي مقصر في حق الكره النسائيه؟ هو في شقين، في شق مادي وفي شق اعلامي. الشق المادي عدم دعم الاتحاد للعبه، لان الاتحاد الدولي المفروض بيرصد للعبه دي كل سنه مبلغ، الاتحاد الدولي بيبعته للاتحاد المصري او بيبعته عموما للاتحاد الافريقي، بيتوزع على الاتحادات للصرف على الكره النسائيه. تمام؟ عشان اللعبه تنمو وتنشا وتنتشر والكلام ده كله. فالمفروض الاتحاد يدعم اللعبه دي. احنا النهارده عندنا 37 فرقه او 35 فرقه بيلعبوا في القسم الثاني، وحوالي 12 فرقه بيلعبوا دوري ممتاز. يعني انت وصلت دوري ممتاز كره نسائيه، انت وصلت ال 50 فرقه كره قدم في الكره. في الكره الرجال اهلي وزمالك وبيراميدز كان السنه اللي فاتت، اسماعيلي، اكتر فريق مميز في الكره النسائيه في مصر مين؟ هم الديربي على طول، دجله والطيران. بس دجله بحكم عدد البطولات اللي واخدها اكتر يعني، فدجله يعتبر رقم واحد ويليه الطيران. دجله والطيران. افضل لعيبه بقى، افضل لعيبه من وجهه نظر انا اللي حققت حاجه، سارة عصام المحترفه في ستوك سيتي، من افضل محترفه بره. محترفة. يعني احنا عندنا لعيبه، عندنا اكتر من 8 بنات او 9 بنات محترفين بره مصر، في امريكا وفي كندا وفي انجلترا، الدوري الانجليزي في ستوك سيتي. سارة عصام ما شاء الله محققه، يعني عامله تارجت هاي. في لعيبه محترفه عندنا بقى، يعني مثلا بيجي لنا لعيبه محترفه من لا بره؟ ما عند الدوري بتاعنا ما بيقبلش القيد الاجانب للاسف، لان هم بيعتبروه دوري هواه، فما ممنوع قيد الاجانب، مش عارف ليه، رغم ان المفروض ممكن. عايز اقول لك على حاجه، جه في مره من المرات تقريبا محمد عطيها معايا في الحته دي، كان في حراس مرمى في الدوري محترفين. فكان عندنا في الفترة دي المشكلة في حراسة المرمى في مصر او في المنتخب. كان ساعتها بعد شوبير تقريبا، بعد شوبير الفترة زي انطوان بيل والناس اللي الناس الكبار دول كلهم، بالنسبة طبعا بخصوص منعوا احتراف الحراس الاجانب في مصر. تمام. لقينا بعدها نادر السيد، عصام الحضري، ادي الشناوي، اتولد حراس مرمى. فممكن يكون هو منع الاحتراف برضه لكده. لا هو مش كده بالظبط، هو اللعبه لم تنتشر للحد ان يحصل فيه احتراف، لان هي كبنت محترفه بتعمل لها عقد. انتوا بتلعبوا تحت بندي هاوي ولا اكاديميه ولا لا؟ هو دوري عادي، دوري زي الدوري الممتاز، ولكن دوري هو مش محترفين. هو مش محترفين. روبر كابتن محمد عطيه، انت 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 لمست اللعبه، مدير اداري، شفت مباريات، شفت خطط، شفت لفت نظرك حاجه غريبه مثلا، او لفت نظرك شيء ما كنتش متخيله موجود في الكره النسائيه، لفت نظرك حاجه ما كنتش مصدق ان الكره النسائيه فيها الشكل ده؟ بصراحه انا بعد ما دخلت وشفت بعينيا، وكان لسه النهارده كان في ماتش في الدوري النهارده اليوم، وانا كنت موجود النهارده، بامانه مفيش فرق بين كرة القدم الولاد او الشباب وكرة القدم النساء. الاتنين فيهم اصطدام، فيهم شد، فيهم جذب، في تكن على الكرة، في خبط وفي رزع. النهارده كان عندنا اصابه النهارده لدعاء النهارده، عشان كده واخد النهارده كانت احسن لعيبه النهارده في بالنسبه للماتش. مبروك بجد، وانا طبعا مشكور جدا ان انت النهارده استضفتها، عشان كده دي كان جايزه ليها. اخد مدحت بس، اتفضل مدحت. مساء الفل مدحت. طيب نوطي صوت التلفزيون، استاذنك نوطي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون.
كلمه كابتن معاك. معاك معاك استاذ مدحت، تحياتي لكل اهل الدقهليه كلهم. تحياتي لحضرتك ولكل الكباتن الموجودين هنا. الله يخليك، معاك. عايز اتكلم بس في نقطتين لو سمحت. اتفضل. اتفضل. اول حاجه بس هي الاهليه مفيش فيها اي انديه نسائيه خالص، مفيش فيها كره نسائيه خالص، دي حاجه. تاني مش فاهم بس السؤال، مش فاهم السؤال، يعني انت مفيش انديه فيها كره نسائيه في الدقهليه؟ اقصد مفيش، يعني دايما بتلاقي دجله الطيران، صيد المحله، مش عارف ايه، يعني معظم المحافظات المعادي، انما الدقهليه خاصه ليه مفيش فيها كره نسائيه؟ مفيش فيها اهتمام خالص، يعني مفيش فيها اي اهتمام، مفيش فيها اي ممارسه كره نسائيه يعني. تمام، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، طب هسال النقطه الثانيه، تسمح لي فيها بس اتكلم فيها بس؟ اتفضل. دقيقة بالظبط. اتفضل. أنا كحكم. أنت حضرتك حكم. أنا كحكم، أنا كحكم. تمام. ماتشات الكرة النسائية أتمنى أتمنى اللي يحكمها يكون برضو حكم نسائي، تكون حكمة. تكون حكم. بلاش بلاش الولاد أو بلاش الشباب، دايما يا كابتن أكتر مشاكل بتيجي فيها الماتشات هي الكرة النسائية. وأنت كراجل أو أنت كشاب أنت محروج يعني. ما ينفعش ترد على بنت، ممكن البنت تغلط وتزعق وتشتم طب استنى بس، انت كده وديتني استاذ مدحت، كابتن مدحت. اتفضل. انت حكمت مباريات نسائيه قبل كده؟ تمام. يبقى انا كده فهمت منك ان انت حكمت مباريات نسائيه قبل كده. مش انا لوحدي يا كابتن، معظم الحكام عامه، لان هو انت اكيد لك اصدقاء حكام كتير، او الكباتن اللي قعدوا برضه هم اصدقاء حكام كتير برضه. طيب. فدايما اقصد ايه؟ بيبقى في دايما حته يعني دايما حياء من الولد اكتر، ممكن البنت هي تتطاول، فانت مش عارف ترد عليها او مش عارف تتكلم معاها. لو ولد عارف تتكلم معاه، تمام؟ وصلت لحضرتك الرساله بس؟ طيب في اي رساله؟ انت ممكن يعني دايما البنات مع بنات يعني. طيب دايما بيحصل مشاكل بين الفرقتين، في خشونه، في تعصب، في مشاكل جامده جدا، في تطاول من اللاعبات نفسها. طيب خليك معايا بقى ثواني، في اي حاجه ثانيه غير النقطتين دولك؟ عشان عايز اخد انا يعني عايز اسالك كام سؤال كده. اتفضل يا كابتن معانا. طيب انت خلصت كده النقط بتاعتك؟ تمام يا كابتن. هن هن هنرد عليهم ونجاوبك عليهم، بس خليك معايا بقى، انت حكمت كم مباراه نسائيه؟ لا انا حكمت ماتش واحد وحلفت ان انا مش هحكم تاني مباراه نسائيه. هو التحكيم بالحلفان دلوقتي يا كابتن مدحت؟ لا مش يعني اقصد بيني وبين نفسي ان انا يعني دايما بعدت عنها، يعني حكم مين ومين يعني بعدت عن الحته دي خالص. طب الكابتن الحاجه اللي بتيجي فيها منها مشاكل او وجع دماغ فبحاول ابعد عنها يا كابتن، بس هذه الفكره. طيب حكمت مين ومين؟ ولا مش عايز تقول يا كابتن؟ بس يعني عشان بس ماشي مش تنفع تقول. طيب انت خليني باخدك في حته ثانيه اللي هي اساس الحلقه. انت ايه رايك في فكره الكره النسائيه اصلا؟ بص يا كابتن، هي طبعا فكره جميله جدا، ويعني فكره جميله، وان هي رياضه زي اي رياضه، وانا بحبها يعني، انا بحبها الصراحه، يعني ودايما بدعم، في بنات اصدقاء ليا دايما بدعمها طبعا في المجال ده. هي كويسه وجميله، بس دايما بحس يا كابتن يعني معلش برضو بحس ان هم يعني الاتحاد بقى في معاهم اكتر، بقى معاهم اكتر، حتى لو هم غلطانين او في ماتشات هم غلطانين فيها دايما. انا ما بتكلمش يا كابتن، يا كابتن انا ما بتكلمش على حته اداريه، حته اداريه دي كل واحد هيتكلم من وجهه نظره وهيشوف وجهه نظره هي اللي صح. اكيد زي ما انت بتقول وجهه نظرك ان الاتحاد احيانا بيقف في صف النوادي على الحكام لما بتحصل مشكله، ممكن يكون من وجهه نظر النوادي ان هو بيقف في صفك في المشكله، ولكن انا عايز من الحته الفنيه، ثقافه الكره النسائيه، هل انت حكمت مباريات نسائيه وحكمت مباريات للشباب، هل شفت فرق، شفت اختلاف كتكتيك، كلاعب، كمهارات، كفنيات؟ خط فصل. معايا؟ شكرا. طيب انت ايه رايك في اللي بيقوله ده؟ انا اولا ما اقدرش ارد عليه عشان في وجود طبعا كابتن صابر موجود. كابتن صابر رد عليه. ليا بس تعقيب عليه، هو مبدئيا يعني انا بختلف معاه تماما في موضوع ان اذا حصل اي مشاكل طبيعي ان يحصل مشاكل في اي ماتش، وممكن يحصل اي شد وجزم مش مرتبط بالكره النسائيه على فكره، ممكن يحصل مع الاولاد، ممكن يحصل مع البنات. صح. طبيعي الشد في الملعب ده هي كره القدم. هو بيتكلم من وجهه نظر ايه؟ يعني احنا بنشوف مباريات لعيبه بتشد مع بعض، لعيبه بتشد ما اعرفش. والله انا كقاضي في الملعب، انا في قانون، القانون مخول لي العقوبه بعيدا عن ولد او بنت. انا كحكم في الملعب، استاذ محمد بيلعب وتطاول او قال لفظ، القانون مصرح لي ان انا هطلع له كارت احمر وممكن اكتب فيه تقرير واوقفه خالص،
مش مطالب ان انا ارد عليه. تمام؟ كل ده بيحصل بس ملوش علاقه. انا بعترض تماما على كلمه الكره النسائيه. كره القدم كره قدم، القانون قانون، ملهاش علاقه. لا 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 لا، الحكم حكم. أو فكره ان البنت تحكم لبنت او ولد يحكم لبنت، انا شفت حكم من السيدات بيحكموا في بطولات. كابتن يارا عاطف، يارا عاطف هنا في مصر، يارا عاطف في الدوري الممتاز شفتها، كانت حامل رايه تقريبا، او كانت حامل رايه ممتازه جدا، وكانت كل حاجه بطولة أفريقية، وفي البطوله الافريقيه، وفي بطوله اوروبا ثلاث حكمات. بطوله اوروبا كان نهائي، كان نهائي ده كاس بالنسبه ليه. بطوله اوروبا مش بطوله اوروبا، كان بالنسبه للدوري الانجليزي، كان بالنسبه لكاس الكاس الممتاز، او الكاس بالنسبه لرابطه الابطال، او رابطه ثلاث حكمات الدوري بتاعهم، وكانوا ممتازين جدا. نجحوا عشان في كذا حاجه. طيب خد مصطفى. مساء الفل. مساء الخير عليك يا مصطفى، تحياتي ليك وكل وتحياتي لكل اهل بني سويف. يسعد مساك يا حبيبي، ومسال على كل الكواتم الجميله اللي معاك. الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك. ايه رايك في، اقول لك اتفضلي اتفضلي اتفضل حبيبي. لا اسمع لك انت، ايه رايك في موضوع الحلقه النهارده، كره القدم النسائيه؟ هو كابتن مصطفى زعلان، بقول كره القدم النسائيه، بقول كره القدم واحده مش هتفرق من سيدات او شباب، ما فيهاش اي اختلاف. بس ولكن احنا عندنا حاجه اسمها كره القدم للشباب، وفي حاجه اسمها كره القدم بتلعبها بنات. هو بالظبط فعلا، هو صح كده، ما هو فعلا في كره قدم بتلعبها بنات. بس كنت عايز اقول لك كابتن محمد، احنا في بعض محافظات الصعيد، والكابتن صابر بيقول حاجه، هو بدايه حياته كان اكاديمي، كان فاتح اكاديميه. هل احنا عندنا في المحافظات في اكاديميات تقدر تاهل ولادنا الصغيرين اللي هم البنتي او بنت واهل الاحفاد انها تقدر تحترف كره القدم؟ ان هو الكابتن محمد، الكابتن صابر بيقول البنت بعد 12 سنه بتقل القدره بتاعتها عن الولد، في حين ان احنا عندنا طبعا انت عارف يا كابتن محمد ان احنا في اعدادي رياضي، يعني بنت من 12 سنه بتخش يا دوبك اعدادي رياضي. تمام. يا دوبك اذا كان المدرب بتاعها هيكتشف ان هي عندها ميول لكره القدم النسائيه. تمام. الفتره اللي هي في الفتره اللي هي بتقل فيها القدره بتاعتها، انا ابدا من امتى بقى ازاي وانا بنتي عندها 6 سنين، حين ان الاكاديميات مقله جدا، مفيش اكاديميه. انت بتتكلمي على دور ولي الامر او الاسره، امتى يكتشفوا انها بتحب كره القدم وتنفع تلعب كره قدم؟ مفيش اكاديميه يا كابتن محمد بتدرب كره قدم نسائي. لا بس انا 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 هختلف معاكي شويه مصطفى. انا من يعني بص، هو الكلام بيجيب بعضه. انا من 5 سنين كنت اسكندريه، طبعا اسكندريه بالنسبه لي من محافظتي المفضله. كنت قاعد مع حد عنده اكاديميه، فبيوريني صور اللعيبه عنده يعني. فبالصدفه وهو بيقلب في الصور فشفت صور بنتين بيلعبوا، يعني بنتين في التمرين مع الاولاد. مع يعني الاولاد. فبقول له هي دي بتتمرن معاك في الاكاديميه؟ قال لي دي بتتمرن، ده انا لو اعرف اايدها مع الفريق بتاع الشباب اللي عندي هايدها، علشان عندها المهاره مش شايفها في ولد وبيتمرنوا معاها. طب هو كابتن في توجيهات للمدارس الرياضيه باكتشاف البنات، البنات بتلعب كره قدم نسائي؟ تمام. انا بلاحظ انه لكل الاتجاه على الولاد، هل في اتجاه للمدارس الرياضيه؟ راجل عموما احنا بنتكلم في المطلق مدارس رياضيه مش طبعًا. اكاديميه، لان مش كل المحافظات فيها اكاديميه بتدرب بنات. ما اكيد كره قدم نسائي. انا ممكن اجاوب من وجهه نظر ابو مصطفى. اكيد أيوة. النوادي اللي بتاخد بطولات زي وادي دجله وزي الطيران اكيد عندهم مدارس كوره، وبيستقطبوا اللعيبه وبيبداوا يدربوهم وينموهم، والدليل ان هم ناجحين في الرياضه دي واخدين فيها دوري وبطولات. ولكن ممكن تكون في المحافظات، ممكن تكون في الاقاليم، ايوه ممكن تكون في الاقاليم معدومه شويه او مش موجوده، نشوف لها حل. المحافظات اللي هي محافظات الصعيد بوجه عام، يمكن حضر الانسه دعاء ربنا يبارك فيها كابتن دعاء، يعني حاله نادره فعلا ربنا يبارك فيها، وكويس ان هي حاجه جميله خالص انها بتشرف بنات الصعيد ان هي بنت جميله وقادره تمارس كره القدم. والدها ما شاء الله منتبه ورب، الراجل واعي ووافق ان هو تقدر انها تقدر تمارس كره القدم.
انا كأم شرقية او صعيدية، انا مش هقدر اوافق ان بنتي اذا كان في اكاديمية اقدر انا تدعمها من الصغر. احنا عندنا في الصعيد ما عندناش اكاديمية ادرب بنتي فيها كرة القدم. طب هسألك سؤال ام مصطفى. اتفضل. انت من بني سويف يعني من الصعيد. أيوة. لو هو ده اللي انا عايزه من الحلقة، خلي بالك، لو بنت حضرتك جت في سن 10 سنين قالت لك انا عايزه العب كره قدم، هتقولي لها ايه؟ انا مش هي اللي هتلعب كره، مش هي اللي هتقول عايزه، هي انا هشوفها ان هي عايزه تلعب كره قدم، انا شايفاها انها هتلعب، عندها ميول لكره القدم. طب استنى ابو مصطفى، طب انت هتعرفي منين؟ طيب انت هتعرفي منين؟ انا ما عنديش اكاديميه اديها فيها. طب يا كابتن لا، ما خلينا بس ناخد الموضوع من الاول، خلينا ناخد النقطه الاولانيه عشان ناخدها مرحله مرحله، خلينا بس نوصل للنقطه دي. انا عندي بنتي عندها ميول تلعب كره قدم، انا عندي جنة على فكره بتحب تشوف ماتشات الكوره جدا، وانا مبسوط من ده جدا، ممكن تكون مامتها يعني مستغربه، بس انا مبسوط جدا من الموضوع ان بتتفرج على كوره، ومستني بس يعني ايه سنه ولا سنتين انا نفسي تطلع تلعب كره قدم. وهنا السؤال، انا بنتي لو هتلعب كره قدم انا موافق جدا، حتى لو مش هتتشهر او حتى مش مفيش من ورا، بس كويس. انا عايز بنت انا عايز بنت تلعب كره قدم، لان انا ممكن اكون انا شايف كره القدم بالنسبه لي من منظور مختلف. انت كأم مصطفى من الصعيد من بني سويف، لو بنت حضرتك قالت لك انا عايزه العب كره قدم، هتوافقي ولا هتقولي ده ما ينفعش؟ طب الاول الاقي فين المكان اللي انا ادربها فيه. مش مشكله المكان، خلينا في المبدا. ما بس في ممكن الفكره موجوده، انا بقى ان المكان اللي ادربها فيه اللي هوافق انها تروح تتدرب فيه كره القدم. يعني عندها بص، هي عندها استعداد ولكن ما عندهاش المكان. هي عندها استعداد ولكن للاسف مش مكان. استاذ محمد، هي انا يا كابتن، وعلى ما تخش اعداد رياضي، وعلى ما تبتدي تخش اعداد رياضي المدرسه اللي هي ممكن تلاقي نفسها فيها مكان تلعب فيه، فيها ملعب تلعب فيه كره القدم، هكون خلاص القدره بتاعتها بتقل زي ما قال الكابتن صابر على 12 سنه. مصطفى، عندنا اعداد رياضي ما عندناش ابتدائي رياضي. ماشي يا ابو مصطفى، تحياتي ليك واحلى تحيه ومساء الفل عليك، والله بسعد بمداخلتك دايما. تحياتي لبني سويف. معانا اتصال الاستاذ احمد ماهر رئيس مركز شباب ميد غراب السنبلاويين. يا مساء الفل عليك. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك، انا عندي معلومه كده عايز اعرف دي بجد ولا مش بجد. لا هي بجد. طب مش لما تعرف المعلومه. طيب. انا عرفت ان انت في نهائي مركز شباب جبت حكام سيدات. ايوه انا كان عندي الدوره الصيفيه. هتقول لي منين؟ هقول لك العصفوره، مش مشكله. ما انا عارف انها وصلتك منين. تمام. كان عندي نهائي الدوره الصيفيه في مركز شباب ميت غراب، الدوره اللي بتتعمل في مراكز الشباب عموما. تمام. بين مراكز الشباب فكرت كده تفكير جديد ان انا خارج الصندوق، اعمل النهائي واجيب طقم تحكيم نسائي. خاطبت منطقه الدقهليه لكرات القدم وقلت لهم انا عايز طقم تحكيم نسائي. الحقيقه بعتوا لي طقم محترم جدا. برافو عليك والله يا كابتن. احييك. اداروا المباراه بحرفيه عاليه جدا وطلعوها يعني احسن طقم رجالي. بكلمك بجد. احييك والله، احييك. ربنا يبارك فيك. طيب الهدف كان من الفكره ايه؟ الهدف كان من الفكره ان انا زي ما حضرتك قلت كده ان انا اعمل حاجه خارج الصندوق، دي حاجه. تمام. الحاجه الثانيه ان الحكام النسائي دول اللي موجودين عندنا في مصر دول هيفضلوا شغالين على كره القدم النسائيه بس، ولا احنا لازم نزق معاهم زقه كده؟ صح. طيب ونشغلهم هنا هسألك هنا سؤال هنا. هسألك سؤال، ما جتش في مره كده ترددت ممكن المباراه تبوظ، ممكن يحصل شد وجذب، ممكن يبقوا يخافوا، ممكن يبقى قرارهم، ما جتش في مره كده جت في دماغك ممكن يحصل اي حاجه؟ لا 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 والله، انا الحقيقه انا كان عندي ثقه فيهم وكان عندي ثقه في الناس برضو اللي موجوده اللي هم كانوا الجماهير يعني. طيب. لان احنا لا. ميت غراب بلد يعني ما تعتبرش قرية عادية يعني. يعني الحقيقة احنا بنعد من البلاد اللي هي سابقة عصرها يعني. ما شاء الله. طيب لما خدت القرار، انا اخر سؤال بس هسأله لك بقى، لما خدت القرار اتقابل ازاي؟ هل في ناس كله كان موافق ولا في ناس كانت رافضة الموضوع؟ لا كان في ناس طبعا رافضة وكان في ناس خايفة وحاجات كتير، بس انا الحقيقة
خدت القرار كده. الجمهور كان قد ايه يا كابتن؟ كتير جدا. كان كتير جدا. مساء الفل عليك يا كابتن احمد، واحييك على الموقف واحييك على الفكره، فكره محترمه. طالما عندنا حد بيجيد في مكان لازم نشجعه ونديله الفرصه ونحاول معاه ونعافر معاه علشان يعدي. بسم الله ما شاء الله مداخلات كتيره جدا. اكيد طبعا الكره النسائيه انتشرت يا كابتن محمد على فكره بس. المداخلات دي تثبت كده اكيد، بس انا عايز اوصل للهدف من الحلقه. لو انا كأم او انا كأب جت بنتي قالت لي انا بلعب عايزه العب كره قدم، انا هتقبل الموضوع ولا مش هتقبل الموضوع؟ مصطفى قالت لك ايه؟ قالت لي انا عايز اكاديميه تدرب. هي متقبله الموضوع، ولكن هي متقبله وعندها استعداد، هي متقبله الموضوع، ولكن هي في بعض الناس عندها تخوف. ما انا عايز اخد الاجابه دي من دعاء. لما رحت قلت لبابا او لماما انا هلعب كره قدم قالوا لك ايه؟ هو انا عامه بابا ما كانش موافق في الاول. اقنعتيه ازاي؟ طب قولي بقى اللي اقنعتيه ازاي. هي مامتي يعني كلمتها ويعني هي كانت واقفه جنبي بصراحه، قالت لي طيب ماشي بس انت بتحبيها، طب انت مش خايفه من الاصابات؟ طب دي كره ولاد ما ينفعش بنات تلعبها والكلام ده. فانا برده شرحتها لها لا انا بحبها وهي انتشرت قوي وفي منها بيلعبوا بره وعادي يعني ما فيش فرق ما بين ولد وما بين بنت. الولد البنت بقت بتلعب دلوقتي ملاكمه، بتلعب كل حاجه وبتلعب كل حاجه، ما فيش حاجه ما لعبتهاش. بس عشان هي الجماهيريه هي عشان الكوره بس معروفه للشباب. ارخم بقى ارخم تعليق جالك مثلا بعد لعب الكوره، ارخم تعليق ما بتحبيش تسمعيه ايه؟ يعني انا دايما اسمع تعليق ايه؟ الكوره مش للبنات، انتوا لكم المضه. انا بشوف دايما الكوميكس على الفيسبوك والحاجات دي. انت متابع بقى على فكره؟ اشهر تعليق فعلا. متابع. خد ام جنى. ام جنى مساء الفل. الو ام جنى هتلعب كوره؟ جنى هتلعب كوره؟ لا ام جنى. ام جنى ولا ام جنى؟ ام جنى. ام جنى ماشي. انا رحت في حته ثانيه خالص، بس انا عندي جنى وانا قلت ام جنى. يا ملكي ركز. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا كابتن، تحياتي ليكي وحضرتك معاكي. بصي يا كابتن، انا بنتي بتلعب كوره كمان. انا بنتي بتلعب كوره كويس جدا والله. ماشي. والله. وهي كانت بتلعب في نادي اسمه كفر سعد، بس هو المشوار بعيد عليها جدا، واحنا اصلا ساكنين في المقطم. تمام. وهي بتلعب في نادي المقطم. تمام. بس انا مش شايفه اهتمام بالكوره النسائيه خالص. طب انت مش شايفه اهتمام ليه؟ يعني من وجهه ايه وجهه النظر من ناحيه يعني ان مفيش اهتمام؟ مش عارفه مش ولا يعني حتى الاتحاد الكوره نفسه مش مهتم بالكوره النسائيه. مين اللي قال كده؟ ما انا عايز اقول لك على حاجه، انت لو عندك ابنك بيلعب كوره برضه هتلاقي ماشي. الاكاديميه او النادي اللي يلعب فيه بعيد وهتضطر توديه. على سبيل المثال نجم مصر محمد صلاح من صغره كان بيسافر من بلده وبيجي هنا القاهره وبيلعب في الاكاديميات في المقاولين وبيرجع تاني، وما كانش شايف معاناه جدا في الاول. لو هيبص بوجهه النظر بتاعتك ان هو ما فيش دعم او ما حدش بيبص له او ما حدش بيبص للموضوع، ما كانش وصل اللي هو وصل له. انا مش بتكلم برضو على الدعم يا كابتن، انا البنت بتلعب. بص انا عايز اقول لك ان كل ما حد يشوفها يقول بتلعب كويس جدا، والميزه اللي فيها انها بتلعب في اي حته في الملعب. طب استنى، انت حضرتك منين؟ انا من المقطم القاهره. طب المقطم قريبه من المعادي؟ طيب ما جيبيها للكابتن صبر، انا هدبسه على الهواء. لا يا جماعه، وعلى فكره تنورنا كابتن صابر. طيب طب يا ريت يا كابتن صابر. هو معاكي، هو معاكي، هو معاكي. ام جنى. ايوه فريق كفر سعد. انا بلعب معاك في المعادي من حوالي شهر كده. جات لي المعادي كابتن احمد جمعه. تمام. كانت بتلعب معاك فعلا، بس للاسف انت عارفه الطريق اهو. طيب بص يا ام جنى، هو فرقه كفر سعد يمكن انا على علمي بيها وبمستواها، ومن الفرق اللي كانت بتنافس دجله والطيران كانت على طول وراهم تالت او رابع يعني. لا بس جنى سنها صغير جدا فما اتسجلتش يا كابتن. انا بتكلم لا انا بتكلم عن النادي نفسه، فكره النادي نفسه. بس كم سنه؟ كم سنه جنى؟ جنى 14. طيب مش صغيره قوي يعني تلعب. انا عندي 14 سنه. 14 سنه. بص الكابتن اللي كان معاه في المعادي اعجب بلعبها جدا وبيقول ان هي فيها ميزه السرعه. مواليد 2005 هي. ايوه تمام. تيجي لك؟ تمام. تيجي لي ان شاء الله. كابتن احمد يلا يا كابتن احمد قول له يلا ياخدها. يلا. لا تيجي لي على عيني على عيني. على عيني. احنا محتاجين حد الفتره دي في فتره الانتقالات اللي جايه ان شاء الله. او يعني لك ازاي اجي لك النادي بيها؟ ممكن حضرتك تسيبي رقمك في الكنترول. يعني حتى لو فصلوا الخط اتصلي تاني وسيبي رقمك في الكنترول. حاضر يا كابتن. احنا يا ريت توفي بالوعد وتستقبلها. طبعا ان بس طيب. في مثلا معلومه صغيره جدا، هي قالت بالنسبه لعدم استعداد او عدم اهتمام لاتحاد الكوره وايضا منطقه القاهره،
طبعا الكلام ده هسيبه لكابتن صابر عشان في حاجات مهمه جدا هو يلمسها في القسم الثاني بتاعه. طيب عشان دي حاجه هو مهمة. انا 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 معايا اقل من 5 دقائق، فانا هدي له الفرصه يتكلم عن 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 الموضوع ده وناخد كلمه اخيره. طبعا. عن الموضوع. تمام. هي فكره بس الاتحاد مش مهتم والكلام ده كله، لا هو الاتحاد مرتبط برضو بحاجات عشان ما نظلمش الناس. هي القصه كلها انا فكره الكره النسائيه وتطورها والفتره اللي فاتت دكتور سحر عبد الحق واللجنه الخماسيه خطت خطوه كبيره في ان هي عملت رجعت منتخب مصر للنشئات 21 سنه عندنا بطوله امم افريقيا المؤهله لكاس العالم، وحاليا دلوقتي سافروا الجزائر عندهم بطوله وديه هيلعبوها. فكون ان منتخب مصر النسائي يرجع تاني بعد حوالي اكتر من توقف 5 6 سنين فدي حاجه كويسه. الحاجة التانية اللي أنا بس بلوم عليها الاتحاد، تلات تربع الأندية اللي عاملة كرة نسائية بخلاف دجلة والطيران وأندية الممتاز المستوى المادي صفر. فالنهاردة أنا عشان أجيب بنت كويسة مثلا زي دعاء تنتقل من مكان لمكان، دعاء عايزة مكافأة وعايزة مرتب وعايزة انتقالات، أنا كنادي ما عنديش ده، خاصة إن في مراكز شباب كمان مشتركة في الدوري. عندنا أكتر من 35 نادي في الدرجة التانية بيعانوا من الدعم المادي. المفروض الاتحاد يساعد الناس دي شويه، في دعم ليهم الاتحاد الدولي بيبعته، الاتحاد ما بيصرفش من خزينته، الاتحاد بيصرف على الانديه دي من الدعم اللي بيبعته الاتحاد الدولي. فانا بس بناشد الدكتور سحر واللجنه الخماسيه، يا جماعه الفرق بتنسحب، الفرق ما بتكملش، الفرق ما بتقدرش تصرف على فرقها النسائيه فبيضطروا يلغوا. بس عايز اقول لك على حاجه، انا اعذرهم في حاجه برضو، مهما كان الدعم اللي جاي من بره مش هيكفي، انت برضه محتاج سبونسر ومحتاج دعايه. بص يا كابتن، ما انت النهارده لما محتاج تقيم بطوله قويه جدا عشان يبقى عليها تسليط اعلامي واعملها بشكل كويس واعملها بشكل مختلف علشان يبقى عندي رعايات واعلانات وسبونسرات. انا مش طالب ان انت تديني مثلا مليون جنيه ميزانيه ولا بتاع. انا النهارده في فرق يا كابتن استاذ محمد ما عندهاش ملعب تتمرن عليه، بيتمرنوا على ملعب خماسي. انت على الاقل خالص لو بعت لي الدعم بتاعي ل 20,000 او ال 10,000 او ال 30,000 هقدر على الاقل خالص على الاقل خالص هاخد ملعب الولاد دول يتمرنوا عليه، هطلع لهم بدل انتقال. من وجهه نظري يعني لو المشكله معاك في 20,000 او 30,000 سهل يجوا جدا. ما بيجوش. اقول لك السنه اللي فاتت ما تصرفوش. هقول لك بعد الحلقه يجوا ازاي. السنه اللي فاتت ما تصرفوش. طيب دكتور اشرف صبحي انا بشكره على الهوا، طبعا السنه اللي فاتت هو دعم مراكز الشباب كلها والانديه اللي كانت مشاركه بمبلغ 10,000 جنيه. تمام. انا بس بطالب الاتحاد بسرعه دعم الانديه ديت. دكتور سحر كانت وعدت ان احنا ندعمهم، الحقوا الفرق دي قبل ما تقع لانهم بينسحبوا. يعني رؤساء الأندية أتمنى يكون حد يعني مستمع وتوصل الرسالة بالذات القسم الثاني يعني. طيب هي خلصت حلقتنا، هاخد بس كلمة أخيرة. كلمة أخيرة كابتن محمد. كلمة أخيرة زميلي اللي شرفني النهارده. طبعا أنا بشكرك جدا على استضافتك الجميلة بخصوص برنامج دون الاحتراف، هيطلع إن شاء الله بإذن الله للنور طبعا إن شاء الله بإذن الله تعالى. يناير 2020 باذن الله ربنا. ده وعد طبعا من كوميديا طبعا رئيس مجلس الاداره بتاعتها. ده وعد طبعا. ده وعد يناير 2020 هيكون طبعا تحت معايا طبعا الاعلاميه رحاب محمد ومعايا برضك بعض الزملاء. رحاب موجوده بشكل رسمي ان هي بصراحه ادت اضافه قويه معايا في دنيا الاحتراف، وهي في شخصيه ممتازه بصراحه. تنور. وهيتم عمل ميتنج في الفتره بس عدي الخمس ست جايين ونعمل ميتنج ان شاء الله باذن الله. هيكون طبعا يعني حاجه كويسه، وفي برضك تنوع بالنسبه لدنيا الاحتراف، في حاجات كتيره جدا جدا ظهرت. وايضا اخيرا بقى ان احنا بنعمل حاليا دلوقتي استعداد لبطوله اكاديميات على مستوى القاهره وخصوصا المعادي مع كابتن صلاح ونيس، ان احنا النهارده عندنا 46 اكاديميه، ويتمنى من برنامج بكل روح رياضيه هيكون هو طبعا المنبر الاساسي للاكاديميات. ده يشرفني. ربنا يشرفني. ده يشرفني. كلمه اخيره دعاء. طبعا بحب اشكر كل الناس اللي وقفت جنبي، وبشكر ربنا سبحانه وتعالى على اللي ادهولي، وبشكر طبعا كابتن صابر. هو لولا ما كنتش قاعده هنا ولا كنت زماني دعاء دي. هو تعب معايا قوي، بقالي 3 سنين معاه، استحملني بقى واستحمل كل حاجه. بالتوفيق دايما دعاء. يا رب. خلصت حلقتنا، اتمنى نكون وصلنا معلومه بسيطه. اتمنى كل ولي امر او كل اب او كل ام في كره قدم نسائيه، عادي جدا ان بنتك تشجع كوره، عادي جدا ان بنتك تلعب كره قدم، عادي جدا ان انت تشوف زميله ليك بتشوف مباراه كوره، عادي جدا. دلوقتي الدنيا اتغيرت، بيشوفوا كوره وبيفهموا في الكوره. وانا بشوف ليا زميلات على السوشيال ميديا بيحللوا مباريات والله اجدعها من اي كابتن، وبحب تحليلهم جدا لان بيتكلموا كلام فني وتكتيكي عالي جدا.
نختم بس عشان ما اتكلمتش النهارده عن عاش خالص سريعا. اتمنى بس انا النهارده ما قدرتش ازيع عاش علشان هزيع الحلقه الجايه عشان كانت الحلقه يعني كبيره جدا عليا النهارده. عاش اي حد بيمارس اي رياضه صور فيديو وابعته لي هزيعه لك في فقره عاش في الحلقه الجايه. اي حد ما بيزيعش رياضه ما بيلعبش رياضه العب رياضه ابدا معايا باي رياضه وصور فيديو وابعته لي هزيعه لك معايا في فقره عاش الفتره الجايه. خلصت حلقتنا، استنونا الجمعة الجاية الساعة 12 بالليل. وعيش عايش.